هذا صوت الحب اللي جينا من لبنان، المطربة النجمة حسنة مطر اللي نورتنا مرة من المرات في لمع الأفام والليلة قمر 14 يطل علينا. حسنة مطر اللي معنا على الهواء مباشرة. حسنة مساء النور. هاي بونسوار، مساء الخير، كيفك؟ بخير أهلا وسهلا، سعيد جدا طبعا ليلى بمصافحتك يا حسنة. حياتي، ميرسي. وأنا كمان الله يخليك، شنو أخبارك؟ والله سبا، تعرف أنت تعب، واليوم وصلت من إربيل، وهيدي فرصة ما بتتفوت إنه أكون معك على الهواء. بس أنا كتير تعبانة أكيد، ما في شك، بس سهرانة وناطرتك، وحبي الليلة أحكي أنا وياك وكون مع المستمعين، وأنا بحبهم كتير وبوجه لهم تحية، وإن شاء الله بتكون أكيد بوجود حتكون شيء مميز وشيء حلو. الله يخليك، بوجودك انت وبصوتك طبعا وبطلتك الحلوه، كل مره تطلي علينا بطله حلوه برشا. الطله هذه تطل علينا بطله كرديه، يعني بزي كردي زي كردي. انا نسبق في الاحداث لانه الاغنيه جديده طلبت منها انها تلبس اللباس الكردي، هي اغنيه كرديه 100%. باش نحكي، خلينا نبدا حديثنا الليله بالغناء وكذلك ايضا بالحديث على الاغنيه هذه. تحب نسمع منها مقطع من عندك لايف ليلى، ما تعيهم الليلة وإلا نحكوا عليها قبل؟ نحن لأول مرة رح تكون يعني معك حصري عم نحكي عن الأغنية الجديدة اللي عم بلشنا يعني ننفذ التصوير. كان التصوير بلش بإربيل، وهلأ أنا هون تنكمل التصوير، هو ميكس إذا الله راد بين إربيل ولبنان إن شاء الله. نسمع حاجة لايف ومن بعد نحكوا على الأغنية هذه، لأنه ضروري جدا الليلة نعطوها حقها الأغنية هذه الجديدة الحسنة مطر الليلة. عزيز بهارة، عزيز بهارة، بهارش عزيز ججنة دلدارة، دستك تبينا وبابلون بونا وباخو نزارة، ودستك تبينا وبابلون بونا وباخو نزارة. عزيز ولا تمن، عزيز ولا تمن، عزيز ولا تمن، زار جوانا سيري لطكية وشاخانا، ربي عوابت كردستانا. الله يسلم هالصوت، هذه الليلة حصرين جديد جديد حسنة مطر الليلة في لمع الأفام. صحيح صحيح الله يخليك. الغنية هذه وقتاش تكون جاهزة إن شاء الله؟ إذا الله راد أنا حريصة أنه تنزل قبل النوروز، هني عندهم عيد اسمه النوروز، كتير مهم، أهم عيد عندهم بكردستان. أنا مصرة أنه تكون قبل العيد على الهواء، مشان هيك نحن استعجلنا، أنا طلع المخرج من لبنان، صورنا لقطات بكردستان، وهلأ جايين هي ميكس بين لبنان وكردستان. لازم نصور هون، وأكثر ما فينا يعني نستعجل بالمونتاج إذا الله راد، تكون على الهواء قبل النوروز اللي هو ب21/3. نعم بإذن الله إن شاء الله. معناها قديش بقيتوا تصوروا تقريبا؟ نحن بكردستان أخذنا يومين تصوير لقطات بالقلعة وبالأماكن الأثرية. هي وهون مبدئيا إذا الله راد لازم كمان يوم أو يومين. أنا وصلت الليلة الساعة 9 على البيت، وكنت عم بنسى أنا والمخرج مبدئيا الخميس إذا الله راد، يمكن خميس وجمعة بنكون مخلصين تصوير، وأنا رجع شي 5 أيام لأنه عندي كتير حفلات عن نوروز إذا الله راد، عندي ارتباطات، وكمان مشان تضوي على الكليب وعلى الأغنية بالإذاعات. بس رح أخبرك شغلة، هي الأغنية أخذت يعني أخذت حقها قبل ما أنا صورها، لأنه أنا كنت على الـLBC وطلبوا مني أنه غني شي كردي جديد، وأنا مبدئيا كنت عم بدور على تخليني جن. غنيت شي مقطع لايف من عزيز بهارة،
وصار في تلفزيون دولي هو مهم كثير، يعني التلفزيون كان نقول من ستار كردستان، عمل مونتاج للاغنيه ونزاعت بكردستان وانعمل عليها كثير تعليقات بالصحف وبالانترنت، ويعني لقيت كثير نجاح. وانا كنت ما يعني ما كنت قايله انه بدي اسجلها، هي انا غنيتها وما كنت قايله، كنت تركتها سيربريز. بقى هن قبل سرعوا بالموضوع وهي لقيت كتير اعجاب ومحبة الشعب الكردستاني، اللي انا بوجه لهم تحية لكل شعب العراق اللي حبوني واحتضنوني وهالقد مؤمنين فيي وداعميني. عندك وندعو جمهور يا رب كبير، انه عندك جمهور يا حسنة، التصوير جمهور يطلع كبير في صح. العراق. صحيح صحيح. وانا مشان هيك يعني هالقد كنت حريصه انه احفظ الاغنيه، احفظ اللغه الكرديه وغني بالكردي، لانه مش سهله انك تغني بالكردي، لانه حقيقه شعب كتير كتير مرن وكتير حبوب وكتير قريب، بس اللغه شوي صعبه علينا. بس كنت مصرة على قد ما هن كانوا منيح معي وكانوا قراب إلي، وخاصة الصحافة والإعلام اللي بوجه لهم تحية، اللي أنصفوني واللي حكوا عني كتير حلو ووجه تحية لهم. أكيد إنه أقل شيء كنت أحفظ أنا الكردي وغني لهم بلهجتهم. نعم جميل جدا الليلة، باش ندلو عليك لأن سمعنا الأغنية هذه حصريا في لقائنا في لما على الأفلام، نزيدو نسمع حاجة من عندك لايف الليلة، شنو رأيك؟ بصراحة ما في شك، بصراحة أنا لما كتبت على الفيسبوك والإنستغرام إنه أنا صرت بلبنان وبحيي أصدقائي والفانس تبعولي، كلهم كانوا عم بيعلقوا على يالي الغربة، إنه مع العلم إنه أنا بالعراق بحس بوطني تاني وما أنا بغربة، وكانوا عم بيحكوني عن ليالي الغربة. فمشان هيك أنا رح أهديهم، هني هلأ معنا مستمعينا، رح أهديهم أغنية ليالي الغربة، رح نعم أسمعك موال ليالي الغربة. لبنان غيرك بالدنيا مالي، ونغصون أرزك حياك تسالي، لو غبت عنك عمر راح برجع قد الوطن، ما في حدا غالي، ومهما طول ليالي الغربة لبنان بقلبك وبقلبي، علمنا نعيش بحرية ونصبر على الأيام الصعبة، نحن هون وانت هون. طبعا معك حسنة الليلة في هذا اللقاء المباشر. الغربة صعيبة وانت يعني ما شاء الله يعني تنقلتي العديد الدول، واكثر الدول اللي مشيتي لها هي العراق بحكم علاقتك الكبيرة بإربيل. الصحافة سلطت عليك اضواء يعني ما شاء الله ما شاء الله على حسنة، الصحافة الكل تكتب عليك، انا قريت المجلات، قريت ايضا الصحف، شفت ايضا لقاءاتك التلفزيونية مؤخرا. هذايا ما جاش من لا شيء، اكيد جاب عمل كبير، عمل متواصل، عمل دؤوب. حسنا انا نشوفك حتى في لقاءاتك يعني حريصه جدا على الترتيبات، يعني يكون الامور منظمه، تكون الامور مرتبه، يعني 10 على 10 حتى تنجح. حياتي ميرسي، هالشهادة منك ميرسي. أكيد ما في شك الإنسان إنه لازم يكون في عنده إدارة جيدة، ولازم يكون عم بيدرس خطواته، لأنه طريقنا كتير صعب ما في شك، وخاصة هلأ بوجود يعني العجقة الموجودة. مشان هيك لازم يكون مثابر وعارف شو بده، وبالنتيجة الإنسان اللي بيكون طموحه، اللي بيكون عارف شو بده بيوصل للي بده إياه. يعني ان شاء الله هذا ضروري جدا، العزيمه والطموح هم اللي يخلوا المطربه والمطربه توصل للهدف اللي تحب عليه. مواعيدك القادمه تو الكليب هذا ان شاء الله قريبا باش يكون جاهز باذن الله، عندك موعد ان شاء الله قريبا في اربيل، وبعدها ان شاء الله شنو فما ترتيبات؟ نحن هلا كمان هذا خبر جديد كمان، سكوب الليلة. اي نحن عم نحضر شيء مع الأستاذ كريم العراقي اللي بوجه له تحية،
انا قعدت انا وياه اكثر من مره، ونحن كنا بصدد تحضير الاغنيه الكرديه، وكنا عم نحضر شيء اذا الله راد عراقي، وعراقي يعني عراقي باللهجه العربيه فينا نقول، باللهجه البيضاء. وان شاء الله من بعدها رح تتحضر، ومن بعدها رح نرجع للبناني اذا الله راد. إن شاء الله إن شاء الله أبدعتي في اللبناني ما شاء الله. نزيد نسمع من عندنا الليلة من الاستوديو طبعا المايسترو أحسن نسمع حسنة الليلة ونستمتع بصوتها من الأغاني اللي أنا تعجبني، أنا شخصيا الأغنية هذه تعجبني برشا برشا برشا. حياتي اوكي. يعيشك يا غالية، شكرا لك. مجيد حداد في لما على الاف ام مع ألمع نجوم العالم العربي. النجمة الليلة حسن مطر في الأغنية هذية، من جننا حسن مطر في الأغنية حتى تغني عليه؟ أنا بالأخير يعني قبل أغنية أزيز بهارة غنيت لتخليني جن، أنا شوي مجنونة يعني، مجنونة كتير عقلي وبالوقت ذاته مجنونة يعني، بخليني جن. كل شاب لطيف ومزوق ويعرف انه يحس الست انه هو موجود، هذا بجنني بقى وجهتها له.
واضح. يا الله. حسنا، المعروف عليك طيبتك، أنت طيبة جدا جدا، هذا ما قالوه الصحافة. يعني عندك مواعيدك ديما ضابطة، مواعيدك ديما كي تعطي موعد 8 يعني 8، تعطي 10 10. المعروف عليك أيضا مهتمة جدا بأناقتك، المعروف عليك أيضا يعني تنوع تجربتك، أنت أثريتيها تجربة، يعني كل مرة إني نشوفك في لون، كل مرة في لون، وهذا جميل جدا للفنانين عموما. تسلم حياتي، ما في شك. كل بلد يعني أنا هلأ أمنيتي زور تونس، ومن خلالك بوجه تحية للشعب التونسي اللي بحبه شكرا كتير، شكرا. وزور تونس وغني باللهجة التونسية، لأنه حقيقة يعني أنا عقد ما بت يعني عقد ما بحب البلد اللي بكون فيها وبكونوا هن حابيني، عقد ما بحب كرمهم بلهجتهم. يعني هذا المقصود منه، يعني مش المقصود انه البزنس بحد ما، اوكي ما في شك انه الانسان، تنكون صريحين، انه الانسان انه بالنتيجة يعني انه شغله تيقدر هو يكفي، لان انت بتعرف بطريقنا انه هلا الوقت كتير صعب، ما فيش شركة انتاج، كتير منعاني من هذا الموضوع. مشان هيك اكيد لازم نكون مقابل، ويكون في كمان مردود مالي، يكون في حفلات ايفنتات تيقدر الواحد يكمل ويستمر ويكون عنده جديد على طول. بس ما في شك والله انا اللي بيلعب معي انه قديه يعني انا حبوني بالعراقي، وانا غنيت بالعراقي وطلعت على اساس وعم ضوي على اغنيه لخبر، بس وقت اللي غنيت الكردي ما كانت بصدد، لانه هني كانوا عم بكرموني على اساس اغنيه لخبر. بس انا قد ما قد هالشعب شفاف، وعقد ما احتضنوني ومن خلالك ومن خلال اذاعتك، انه بوجه تحيه لمحافظه اربيل ولكل المسؤولين باربيل ووزاره السياحه، عقد ما امنوا فيي ودعموني، اكيد كان اقل شيء انه غني انا باللهجه الكرديه. يكون نعم وانا بتمنى انه زور تونس قريبا وغني لكم باللهجه التونسيه بزاف. بتقولوا هذا برشا برشا بالتونسي، برشا انا برشا برشا برشا، وبالذات الجزائري. برشا. اي عادي، كلنا مغاربة طبعا. اوكي صبا. على كل حال ما في شك انه بوجه كمان تحية، لان كثير عندي فانس من المغرب وعلى طول اي بيدعوني انه اطلع المغرب. بس انا كثير حابه، ومع العلم انه انا كنت باوروبا بامريكا اللاتينيه، بس انا كثير حابه انه زور المغرب وزور الوطن العربي، اللي انا يعني انا من الوطن العربي وفي كثير غايب عني. يعني مصر ما زرتها، تونس ما زرتها، المغرب ما زرتهم. على كل حال ان شاء الله قريبا يا رب. نعم، ان شاء الله تكوني بحذانا، ان شاء كثير. الله تكوني بحذانا في تونس، اكيد اكيد كذلك الاردن. لو تجيك دعوه في الاردن تمشي حسنه؟ أكيد حياتي، لأنه أنا ما في شك إنه أنا من بداياتي وقت اللي بلشت هون بلبنان وانطلقت، كان عندي مقابلة وكان موجود معي حدا من الأردن كان عازف، وأنا بجيد اللون البدوي، يعني أنا كتير يعني لوني قريب لست سميرة توفيق اللي هي معشوقتي وبحبها كتير، وهلا سمعت موال لها اكيد. اي مشان هيك الاردن هن كانوا متيمين بسميرة توفيق، قالوا لي بوقتها انه لازم تزوري الاردن لان لونك كتير محبوب. بس انا ما صارت لي الفرص، ممكن لانه بعدت كتير عن المنطقة، وغيابي يعني يمكن اثر انه ما قدرت ازور كل المنطقه. بس اكيد ما في شك لازم ازور الاردن. نعم، ونسمعوهم الليله موال من عندك سميره توفيق اللي كانت معانا في اواخر سنه 2013. سميره توفيق اللي نحييها بطبيعه تحيه كبيره. حسنه مطر، اوكي حياتي، انا كمان بوجه لها تحيه، يا رب تكون عم تسمعنا ان شاء الله، وانا نوصل لها اللقاء، انا نوصله لها اللقاء اكيد اكيد، لانه انا بكل لقاءاتي انا كثير متاثره فيها. انا بنت النورين، بس كثير متاثره بالست سميره توفيق، ومن طفولتي كنت بقلدها، وكنت احب شخصيتها وحب صوتها، وكانت على طول يعني متابعه كل اعمالها وكل مسلسلاتها. بوجه لها تحية، وأمنيتي بالحياة إنه كمان أقدر أشوفها وأكون معها، صح. لأنه يعني هي كتير كتير متأثرة فيها من طفولتي، مشان هيك كنت حريصة بكل حفلاتي هلأ إلها نصيب من أغانيها، يعني مع جديدة مع كل الأغاني اللي بتنطلب مني، ولو ما انطلب مني، مع أنه سميرة عندها أرشيف كتير كبير وكتير محبوبة كانت، بس لو ما انطلب مني أنا مصرة أنه عطول غني شيء إلها. نعم، ولحسن معك موال إلها هلا. نعم،
نسى هوى شمالي وقال لي مرحبا، نسى هوى شمالي وقال لي مرحبا، واني حزينة وقلت أهلا ومرحبا. ونسم هوى العشاق واخضر القلب يا نار قلبي، بشر بنسمة صباح. كل يوم وصد لي، كل يوم وصد لي إياك تسلاه، عزاز قلبي رحلوا يا عمي عشان ما اقدر بلياه بلياه. انا بسك تيجي حارتنا يا مجيد. اي سمعيهن سمعيهن، بسك تيجي حارتنا بصك حتى ولو حوالينا شوية، حتى ولو شوية من عندك. وعينك على حسنتنا ايوه. ولا عينك علينا. قالوا بسك تيجي حارتنا يا عيوني وتتلفت حوالينا، هلا هلا وعينك على سمرتنا يا عيوني، ولا عينك علينا دخيل الله. لك يسلم هالصوت، الله يسلم حيث صوتك يا رب إن شاء الله، حيث وتبقي ديما 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 حسنة كما عودتني، ديما بنجاحاتك وديما بإطلالتك الحلوة. نعرفك تهتمي برشا بأناقتك، هذايا ممكن سؤال ولا مرة معناها سألتك السؤال هذايا، من الكوافير للاختيار الأزياء اللي تلبسها، حتى في سهراتك، حتى في مواعيدك الصحفية، حتى في الحفلات، عندك برشا معناها يعني، ممكن حتى اختيارك صعيب شوية، حتى الناس اللي حولك معناها كلهم يعني قالوا انه اختيارك صعب شوية، حتى صعيبة شوية. ما في شك انه لازم نكون حاضرين، لازم نكون انيقين، لانه اليوم نحن بنعتمد على الصوت والصورة مش الصوت لحاله. وما في شك نحن يعني كستات، يعني انا بطبيعتي يعني قبل الفن بحب الاناقة وبتابع وعلى طول يعني بحب انه اظهر. حتى ايام المدرسه كنت اهتم بحالي وبمظهري وبطلتي. والفن يعني اكيد لازم تكون حاضر اكثر وتكون ستاند باي اكثر ومتابع. انا اذا بترجع لي انا بلبس، يعني بحب البس لانه انا بحب تكون أنيقة، وبحب إنه كل شيء حلو. بحب يعني بطلع على المراية بحب أشوف حالي إنه أنيقة. بنبسط بحالي صدقني، مش إنه لأنه أكيد ما في شك إنه لا ما في شك إنه كمان جمهوري ممكن اللي عم بيشوفوني إنه كمان يكونوا بحبوا، ممكن ما يعجبهم ذوقي أو شيء، بس أنا بلبس الحالي يعني بحب تابع يعني. نعم، تهتمي بالموضة كثيرا. شنو هو اللون أكيد المحبذ، اللون المحبذ بالنسبة لك؟ الأبيض والأسود، يعني ما فيني بين اثنين ميز، اثنيناتهم بحبهم. هو في مفارقة كتير بالاختيار، بس أنا اثنيناتهم بحبهم، الألوان كتير شفافين عندي وكتير بحبهم. نعم، وأنت تنوعتي جدا خاصة في الفساتين، من الأحمر إلى الأخضر إلى البني إلى الألوان الكل ما شاء الله. صحيح. جميل جميل. ومن خلال كمان إذاعتك واللي هي مسموعة، وأنا بحيي بسام نعمل المصمم الرائع اللي هو على طول كمان بيكون حاضر وبكل الإطلالات التلفزيونية هو بيلبسني، وبوجه له تحية كتير كبيرة. حيو وكان وفي ستايلست ماريا رزق الله كمان بوجه لها تحية، اللي هي كمان كانت تهتم معي وتكون معي حاضرة بكليباتي. يعني ما في شك انه على طول في حدا معي كمان بيهتم بالاختيار، وبيكون
وبالأخير يعني بيطلع شيء حلو، وهذا اللي عم بسمعه من حضرتك يعني اللي هو شيء حلو وما كنت معلق عليه. جميل جدا. حسنا، نعرف انه الصحافة واقفة الى جنبك وقفة كبيرة كبيرة كبيرة، وهذا عن جدارة لانك انت فرضتي نفسك بنفسك، هذا جميل. بالنسبة ليك يعني حاليا اللقاءات التلفزيونية، اللقاءات الإذاعية، محددة المواعيد للأغنية الجديدة هذه، والا مازال حتى انه تخلص الحفلات في اربيل وبعدها تعطي تصريحاتك ان شاء الله؟ حياتي شوف. أنا بوجه لك تحية كتير كبيرة، وأنت إعلامي كتير كبير وناجح، والله عايش يوفقك يا رب. أنت عايش صديق كتير عزيز إلي. أنا هيدي الأغنية ما حكيت عنها إلا الليلة ببرنامجك، شكرا. حقيقة عتمت عليها، اللي كان بإعلام كردستان واللي كان بلبنان، لأنه كانت حابة إنه تكون سيربريز على النوروز. بس بما انه حكيتني وانا اكيد في معزه خاصه لك، وانت يعيشك انسان والله، مشان هيك انا حكيت علي على الهواء، ولا ما بعد ما تسرب ولا يعني طلع المخرج، حتى مؤتمر صحفي كانوا قايلين لي وقت بيوصل المخرج انه لازم يكون في مؤتمر صحفي باربيل ونحكي عن الموضوع، لان هي اغنيه اخذت كتير رهجة بكردستان وانحكى كتير عنها، ومخرج انه استدعيته من لبنان وطلع هو الفريق العمل، عتمنا عليها على اساس انه نفاجئ فيها بالنوروز. بس بما انه صار الحديث انا وياك حكيت عنها اليوم، انا جميل. ترك الموضوع بس يخلص الكليب ويطلع على الهواء، يعني قبل ما بده يطلع بشي يومين ثلاثة انا كنت ناوية انه احكي عنها بالصحافة. إن شاء الله، إن شاء الله نكون حاضرين معاك بإربيل، لما لا إن شاء الله بإذن الله في المواعيد يا القادمة. رب أنا بتمنى، وأنت رح تنور إربيل، وإن عايش. شاء الله يا رب إنه نحنا بصير في دعوة خاصة لحضرتك، وهي نوروز مناسبة كتير كبيرة عندهم بكردستان، وأهم عيد عندهم بكردستان اللي هو خبروني التفاصيل، يعني عيد كتير كبير عندهم وبداية سنة، وهن بيشعلوا النار ب21، هي بداية النصر. ما فينا نفوت بالخبرية لأنه شوي طويلة شو بيرمز يعني العيد، بس العيد عيد النصر عندهم وعيد السنة الجديدة، وحتى رئيس البلد بيكون موجود، وأنا مشاركة بمهرجانات المحافظة إذا الله راد. إن شاء الله يا رب تكون موجود، تتنورنا بوجودك وتكون يعيشك. معنا. أكيد أنا من طلعتي لحن نفسي أنا وياك ونحكي بالموضوع. بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله القادم يكون أجمل، إن شاء الله أيضا الحفلات كلها تكون رائقة وتكون ناجحة 100%. الحسنة مطر، لأنك تستاهلي عن جدارة يا حسنة. كما ذكرت في البداية أنا أتابع في مسيرتك أول بأول، إن شاء الله أيضا نشوفك في جولة أوروبية، جولة مغربية، جولة أمريكية، يعني عندك جمهور ما شاء الله وعندك الفانس. أنا الحاجة الوحيدة مش اللي مستغربها، لكن الحاجة الوحيدة اللي دايما ديما تدهشني الحاجة هذه، الفانس الخاصين بحسن مطر ما شاء الله، تشوف من روسيا، تشوف من أمريكا، من البرازيل، من الأرجنتين، من العالم الكل. بتعرف حياتي بتعرف، بس استغل الفرصة كمان أنا لمصر اللي ما زرتها، اللي بوجه تحية لويندي اللي هو أنا بكون بعد ما خلصت بمصر، وكل الفانس بمصر، وأنا جييني أكثر من دعوة، وتلاقيت بوزير السياحة بأربيل، وتلاقيت برئيس غرفة التجارة المصرية اللي الشرف يعني تعرفت عليهم ودعيوني إنه لازم أنا أزور مصر. بس أنا عندي فانس يعني هودي اللي أنا بكبر فيهم، وهولي اللي أنا بحس إنه نجاحي من وراهم، وهيدي العالم اللي بتكون مرافقتك بدون أي بدل وبدون أي غاية، وعم بتكون موجودة معك وتسجل اللقاءات وتنزلها يوتيوب وتنزلها على صفحتك قبل ما أنت تكون خلصت المقابلة. أنا بوجه لهم تحية وبقول لهم بحبهم كتير، وإن شاء الله يا رب كون على قد هالثقة اللي عم بيعطوني إياها، وبتمنى انه يشوفهم شخص شخص، لانه هول سبب نجاح وسبب فرحي نعم، صدقني. هذوما في حفلة نجمعوهم الكل تشوفيهم شخص شخص. صحيح والله. يعيشك يا حسنة، ديما منورة إن شاء الله، وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة عليك، يعني المواعيد القادمة باش تكون حافلة بإذن الله. أنا نشوف سنة 2014 كأنها طالعة خير على حسنة مطر.
والله أنا متفائلة كتير، الشيء اللي عم بشوفه بكردستان كتير حلو. مع العلم أنا مقصرة بغير شيء، بس إنه ما فيك إنه تكون عم ترضي كل العالم بالوقت ذاته. أنا بقول إنه بوجه تحية لكل المحبيني وكل الفانس تبعولي وكل الصحافة اللي متابعتني ومنصفتني، إنه إن شاء الله بكون قد هالثقة اللي عم بيعطوني إياها، وبقدر ضوي على كل شيء هني بيحبوه. نعم. بس ما في شك أنا كتير متفائلة بالشي اللي عم بعمله، لأنه عم بشوف النجاح بعيونهم، عم بشوف النجاح من خلال التعليقات تبعو الصحافة، عم بشوف النجاح من خلال المسؤولين. وبقول إنه بشكر ربي إنه هيدي نعمة من الله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. هل قريبا نشوفوا حسنة مطر فيديو؟ صار في كتير عروض، بس بعدني أنا إنه أنت بتعرف مجيد إنه هيدي شغلة ما بتتكرر، لازم كتير تكون إنه إذا الله راد، يعني أكيد لازم أعمل ديو أنا وحدا ما بعرف مين، لأنه عندي كتير عالم متأثرة فيها وبحب صوتها. بس صار في كتير عروض، بس أنا متردد شوي، لأنه هيدي شغلة بتصير فرد مرة ولازم تكون كتير مدروسة وعلى أساسها من قريب. نعم، إن شاء الله نشوفك فيديو. أنا هيك نتمنى بإذن الله، لأنه عندنا أصوات ناجحة، سواء من أكيد المغرب سواء من أكيد الدول العربية الأخرى، فقط لازموا شوية دراسة ولازموا يرضي الطرفين بإذن الله. أكيد إن شاء أكيد الله، أكيد إن شاء الله. مازلنا لأنه آخر أغنية تقريبا، مازالوا 4 دقائق في لقائنا، باش نخلو 3 دقائق للأغنية الأخيرة الليلة، الحسنة مطر اللي نورتني يعني في لما على الأف أم. وحبيت بطبيعة الليلة نشكر مستمعينا الكل في تونس وخارج تونس، قناة مدى اللي بالأردن نحييهم بطبيعة الكل. صبحي يسلم عليك، أيضا حمزة يسلم عليك سلام خاص جدا. حياتي شكرا. أنا بشكركم عن جد، أنا بشكر أول شيء حضرتك، بشكرك على شكرا. الشفافية، على صحيح إنه ما بعرفك، إن شاء الله بتعرف عليك قريبا، وإن شاء الله بشوفك بإربيل، وإن شاء الله بشوفك بتونس. بشكر راديو تونس وكل المستمعين، بقول لهم إنه بحبهم كتير، وإن شاء الله قريبا إنه بتلاقى فيهم. بشكر إذاعة تطاوين وقناة المدى بالأردن. بشكر مستر حمزة، بشكر كل اللي حيوني، وإن شاء الله قريبا بتلاقى فيكم. وأنا رح أقدم لك أغنية بفكر أنت بتحبها كتير، سال هي أنا بعشقك. اخسي، شكرا. اوكي رح نختم فيها. فاذا ميرسي، رح اقول لك ميرسي على اللقاء الحلو الشفاف. شكرا. سوري بتعذرني انه انا شوي تعبانه، لانه كان تصوير وتعب وقلة تحبوا نوم ساعات وسفر ساعات ساعات من التصوير وتحضير طبعا. مشان هون كمان. بتمنى انه كمان يكون في لقاءات غير، وكل جديد يكون من عبر اذاعتك ومن خلال حضرتك. شكرا، أنا بعشقك. أنا بعشقك، أنا كل لك أنا، وأنا بعشقك أنا كل لك أنا. أنا يا من ملك روحي بهواك، روحي بهواك العمر طول الحياة، طول الحياة الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منام، أنا في سهادي وفي منام، بندهك وبسألك
بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك؟ بتحبني ولا انكتب على الأمر نارك نارك؟ قول يا حبيبي حبيبي قول قول يا منى. قولي يا حسنة ما شاء الله. حي يعطيك ألف صحة يا رب، وإن شاء الله ديما منورة، وإن شاء الله ديما نسمع صوتك هدايا. نتمنى لك مزيد من التوفيق، مزيد من التألق، مزيد من الإشعاع، وإن شاء الله يكون لنا تواصل بإذن الله حتى نتابع أخبارك أول بأول. حياتي تسلم، ميرسي، وانتو كمان ان شاء الله يا رب عطول النجاح والاستمرارية، وشوفك متألق، وتحية لكل المعدين والمقيمين على هالبروغرام. كل يسلموا عليك كل. ميرسي، وانا بسلم على الكل وبوسهم وبقول لهم بحبهم كتير، وميرسي للشعب التونسي والشعب الأردني والكل اللي عم يسمعونا، وميرسي لك مجيد. شكرا لك أحسن دي مهندس الصوت، يسلم عليك. شكري يسلم عليك. عادل يسلم عليك، زميلنا أيضا اللي باش يقدم الأخبار بعد لحظات يسلم عليك. أيمن النوري، كل يسلم عليك. سلم عليهم. شكرا لك على الهواء. الله يخليك، ميرسي يا غالية. شكرا شكرا نجمتنا الليلة حسنة مطر، نورتنا مباشرة من لبنان.